رسالتي اللي غنوصلوا يعني المكونات ديال جميع نادي الوداد الرياضي من منخرطين من محبين. رسالتنا السي ايتمنى اول شيء يعني دخل بواحد القوه، دخل بواحد العقلانيه واحترافيه، وحنا هادشي اللي كنا تنقلبوا على شكون اللي غادي يسير، شكون اللي غادي يسير من الناحيه التقنيه ومن ناحيه الانتدابات، ما تكونش انفرادات، وهذا هو الهدف، هذا هو الهدف يعني من الحضور ديال هشام ايتمنى. احنا بدورنا كلاعبين سابقين طبيعه الحال غنكونوا مع ووراء نادي الوداد الرياضي، كذلك مسؤول رئيس هشام ايتمنى والمنخرطين، والاهم شيء هي في المكتب المسير هي التجربه، هو التجربه اللي كاينه معاه في المكتب يعني ديجا سيروا مع رؤساء، وهذا هو الشيء الجميل اللي بكل صراحه يعني في هشام ايتمنى. نتمنوا التوفيق لهشام ايتمنى في الاختيارات ديالو، مطلب جماهيري اكيد هشام ايتمنى غيكون في نادي الوداد الرياضي، ما نساوش حتى انتدابات مطلب جماهيري يكون في وازينه، وتكون الامور ان شاء الله طيبه، ونكونوا كاملين يعني وراء هذا الرجل، هذا المكتب المسير ووراء نادي الوداد الرياضي هي الاهم شيء، هي الوداد يعني فوق الجميع وخط احمر كما تنقولوا. صحيح هذا الموسم الوداد عاشت ازمه ديال النتائج، ماشي ازمه بالنسبه ديال السيريا، انا ما تنقولش ازمه ديال السيريا، رجعنا ازمه ديال السيريا ولا نجاح السيريا في عهد سعيد الناصري، راه 9 سنين و10 سنين الاخيره الحمد لله كامله يعني القاب، صحيح تدوز واحد المرحله، هي هذا الموسم الوداد داس من المرحله ديال الفراغ، ولكن حنا مقبلين على النجاح، مقبلين على الاصلاح، راه في اوروبا ولا فرق الكبرى تدوز واحد المرحله ديال النتائج. نتمنوا خير، نكونوا كاملين وراء هشام ايتمنى، رجل اللي بكل صراحه اهم اختيار اختار اول حاجه باش يكون مسؤول ولا يكون رئيس ديال نادي الوداد الرياضي، صحيح التجربه ديالو الخبره ديالو غادي تعاونوا، والناس والمنخرطين ولا الناس اللي او المكتب المسير اللي مع هشام ايتمنى غيعطيو اضافه اللي هي كبيره.